بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الكريم المنان أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن الله تعالى شرع العبادات لغايات سامية وحكم بليغة ومقاصد نبيلة، والشعائر التعبدية الصلاة والصيام والزكاة والحج هي ركائز العبادات وأساسها، والله عز وجل لم يشرعها سدى، حاشاه سبحانه وتعالى، ولم يشرعها لمجرد ما يظهر منها من حركات وسكنات وهيئات، لا، ليس الأمر كذلك، بل لذلك حكم عظيمة وأسرار بديعة. فالصلاة لم تشرع لمجرد ما فيها من الحركات الجسدية، بل إن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلها مقاصد أخرى، تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلها أثر عظيم على العبد عندما يقيمها ويؤديها على وجهها المطلوب. وكذلك الصيام ليس المراد منه مجرد الإمساك عن المفطرات، عن الأكل والشرب والجماع، ليس الأمر كذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس المقصود فقط أن يمتنع عن هذه المفطرات، لا، فالأمر أعظم من ذلك. وكذلك الزكاة والصدقة لم يشرعها الله عز وجل كغرامة تؤخذ من الإنسان وضريبة، لا، بل إن الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن لذلك فوائد فيها: تطهير للنفوس وتنمية للحسنات. وهكذا الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، هذا الركن العظيم الذي نشهده هذه الأيام المباركة، فرضه الله عز وجل لغايات سامية ومقاصد عظيمة.
وليس هو مجرد أعمال ظاهرية، قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود في الحج من التقوى. إذن كل العبادات لها مغزى، لها مقصد، فلا بد أن يستشعر المرء هذه المعاني وهو يقوم بهذه العبادات العظيمة. لا بد أن تستشعر هذه المعاني الجليلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه العبادات. والعبادات كما بين العلماء في تقسيمها، منها ما هو منها بدنية محضة، الصلاة والصيام، ومنها ما هو ومنها مالية محضة وهو الزكاة، ومنها ما هو مركب مشترك بين هذا وذاك وهو الحج، فهو عبادة بدنية ومالية. هذه الشعيرة العظيمة فيها كثير من الفوائد والآداب والدروس والمنافع. لا بد للمرء أن يكون على بينة منها، لا بد للمرء أن يكون على بينة منها، وقد تغيب عن كثير من الناس، قد تغيب هذه الدروس وهذه المنافع عن كثير من الناس، ويظن بعضهم أن الحج هو مجرد لبس الإحرام والتنقل والأعمال التي كلفنا بها في الحج واجتناب المحظورات. ثم إن بعض الناس لا يبالي بما فعل بعد ذلك، لأنه يظن أن أعمال الحج هي هذه فقط، ليس إلا مجرد أعمال ظاهرية يقوم بها، وهذا خطأ. فتجد من الناس من يفعل أفعالاً تتنافى مع التقوى والتعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، فلا يبالي بما فعل في حجه. كم من إنسان وللأسف الشديد يضحي بوقته وجهده وماله ويأتي إلى مكة يريد الحج، لكنه للأسف الشديد لم تتبين له هذه المعاني والمنافع العظيمة. وتجد بعضهم قد تجرد وللأسف الشديد من التقوى، فيفعل أفعالاً لا تليق بالمسلم. وهذا الأمر قديم في الماضي والحاضر، حتى قال ابن الجوزي رحمه الله وهو يصف حال بعض الناس عند حجه من غير اصطحاب التقوى، يقول: وربما حج وعليه ديون أو مظالم،
أو ربما حج للنزهة، يعني يتخذ هذا الحج نزهة وتمشية، وربما حج بمال فيه شبهة، مال حرام يحج به. ومنهم من يحب أن يتلقى ويقال له الحاج، ويقال له الحاج إذا رجع إلى بلدي، يحب أن الناس يقولون الحاج فلان، وهذا ينافي الإخلاص. الأولى بالإنسان ألا يسمع الناس بعمله ولا يرائي بعمله، لا، فهذا خطأ. قال: وكم من قاصد إلى مكة همته عدد حجاته فيقول لي 20 وقفة، هذا هو الذي يهمه، يقول وقفت وحجيت أو حججت 20 حجة، يقول لي 20 وقفة في عرفة، يعدد هذا ويظهر عمله للناس، هذا الذي يهمه. لكن أين احتساب الأجر وأين استشعار تلك المعاني العظيمة؟ أين دعاء القبول، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يتجاوز عن سيئاته؟ قال رحمه الله: وكم قد رأيت في طريق مكة من قاصد إلى الحج يضرب رفقاءه على الماء ويضايقهم في الطريق. انظروا، هذه نجدها، بعض الناس يدفع غيره ويزاحمهم ويضايقهم في مكان الطعام والشراب، لا يحب إلا نفسه، وللأسف يدفع هذا ويؤذي هذا ويضايق هذا في سبيل أن يحصل هو على ما يريد من الطعام والشراب غير ذلك. هذا لا شك أنه مناف لمقاصد الحج. الأولى بالإنسان أن يرحم إخوانه وأن يرفق بهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة السكينة، السكينة السكينة. يقول رحمه الله: وقد لبس إبليس على جماعة من القاصدين إلى مكة فهم يضيعون الصلوات ويطففون إذا باعوا. انظروا هذه المخالفات، يضيع الصلوات، الصلاة الركن الأول بعد الشهادتين، يضيعه ويفرط فيه، ما الفائدة إذا كان يضيع الصلاة ويحج؟ يضيع الصلاة، أول ما يحاسب عليه المرء من أعماله الصلاة، أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، يضيع الصلاة، الصلاة عمود الدين، كيف يضيعها؟ بحجة أن هذا الحج يكفر عنه، بحجة أن هذا الحج يكفر عنه. ويطففون إذا باعوا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، فتجد يغش في البيع والشراء. قال: ويظنون أن الحج يدفع عنهم، يظنون أن الحج الذي يفعلوه والذي يقومون به يدفع عنهم هذه الأمور المحظورة. وقد لبس إبليس على قوم منهم فابتدعوا من المناسك ما ليس منها. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الواجب على المرء أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل عباداته، فينظر كيف حج عليه الصلاة والسلام وأين وقف، ويعمل بعمله، ولا يأتي بأشياء مبتدعة محدثة كما يفعل بعض الناس هداهم الله، ويشق على نفسه، يقف فوق الجبل الذي في عرفة ويتصور ويصلي، من أمره بهذا؟
يأتي بأمور لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أن ينتبه، لا يزيد في هذه المناسك، لا يأتي بأشياء من عنده. وبعضهم إذا أراد أن يرمي الجمار أخذ حجاراً كبيرة يرمي بها، من شرع هذا؟ لابد أن يستشعر المرء أن الواجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من هذا، علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة الكرام، لابد للمرء أن يستفيد من هذا الحج، وأن يحصل منه كثيراً من الفوائد والدروس، وأن يعتبر وأن يتعظ في هذه الأيام المباركة. وأن يكون على بينة من أمره، أن يتفقه في دين الله، أن يتفقه ويتعلم، يتعلم كيف يعبد الله عز وجل، هذا واجب علينا. كل منا يتعلم كيف أصلي، كيف أزكي، كيف أصوم، كيف أحج، يتعلم هذه الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكذلك تتعلم ما لهذه الشعائر التعبدية من مقاصد ومنافع تكون على بينة منها وتستفيد منها في حياتك، يستفيد منها الفرد ويستفيد منها المجتمع. والآن أيها الإخوة، سنذكر بعض الفوائد والدروس المستفادة من الحج، ليس المقصود أن نعرفها وأن نقف معها، لا، بل المقصود أن نحصلها ونستفيد منها في حياتنا، نستفيد منها في حياتنا. فالحج فيه دروس عظيمة كثيرة، من أبرز ذلك، من أبرز هذه الفوائد تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، الدين الخالص لله عز وجل، عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وإذ بوأنا، فالله عز وجل بين وهيأ لنبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بين له مكان البيت وأمره ألا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا البتة، لا تشرك أي بالله عز وجل أي شيء، لا تصرف العبادة لغير الله عز وجل تماما، فيوحد الله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك تلاحظون كيف أن الحاج دائما يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك. يتأمل الواحد في هذه العبارة: لا شريك لك لبيك، مخالفا أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظروا في هذا الكلام الذي لا عقل فيه. لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، خالف أهل الجاهلية، فكان يقول: لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك. فإذا ليس هناك شريك
ليس هناك شريك غير الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يستشعر هذا، فهذا يربي على التوحيد، وألا تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لابد أن نستشعر هذا الأمر العظيم، وهذه أعظم فائدة يستفيدها المرء من هذه الشعيرة، توحيد الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كذلك إخلاص العبادة لله، فلا رياء ولا سمعة ولا شهرة كما سبق، كما قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. لاحظوا هذه اللفظة، وأتموا الحج والعمرة لله، هذا التقييد لله ليس لأحد سواه، استدل بها العلماء على وجوب الإخلاص لله عز وجل في الحج وفي غيره. فمطلوب من المرء أن يخلص عبادته وعمله لله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا شهرة، لا. ولذلك عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في النسك ماذا قال؟ اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة، هكذا. فالإنسان يحدث نفسه أن هذه الحجة لا يشوبها شيء من الرياء، بل هي خالصة لله سبحانه وتعالى. وهكذا في أعمال المرء كلها، يجب علينا أن نخلص لله سبحانه وتعالى، وألا نضيع العبادة جهلا منا. تجد بعض الناس هداهم الله الآن مع التصوير وانتشاره، تجد من الناس من يأتي عند الكعبة ويرفع يديه ويقول: يا فلان صورني. لماذا؟ يريد أن تلتقط له الصور ويأخذها معه ويأخذها معه حتى يراه أهل بيته وهكذا. هذا ينافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، خطأ. يرفع يديك أنه يدعو، هو لا يدعو ولا شيء، هذا خطأ ما يفعله. ولا نغتر بكثرة من يفعل هذا للأسف الشديد، هذا جهل، جهل من الناس أن يتصور في أماكن العبادة وهو يصلي وهو يرفع يديه وهو يستلم الحجر، هذا خطأ. فعلى المرء أن يتنبه وأن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يخلص هذه الشعيرة وهذا الركن العظيم لله عز وجل. لا بد للمرء أن يكون كذلك. من دروس الحج التي نستفيدها أيضا حصول التقوى، حصول التقوى وهي غاية الأمر وجماع الخير. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تقوى الله عز وجل، تقوى الله. هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لنا يراد منها أن تتحقق التقوى، أن تتحقق التقوى في أنفسنا. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد، خير الزاد التقوى. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى هي التي تصل، التقوى هي التي ترفع المرء. إذن لا بد للمسلم أن يتنبه لذلك، أنه في هذه الرحلة العظيمة، رحلة الحج،
لابد أن يتزود من التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب النار وقاية بفعل الطاعات واجتناب المنكرات. إذن تصطحب هذه التقوى في أعمالك كلها، وفي أعمال الحج التي ستقوم بها. هذا أمر عظيم أيها الإخوة. ولذلك يقول الله عز وجل: واتقوني يا أولي الألباب. أولو الألباب، يا أولو العقول وأصحاب النهى، واتقوني يا أولي الألباب. خاطبهم الله عز وجل بذلك حتى يتقوه. هذا هو السر من هذه العبادات التي نتعبدها أيها الإخوة، تحقيق التقوى. تحقيق التقوى عندما يقدم المرء الهدي والأضحية وغير ذلك، إنما يريد أن يكون من المتقين، أن يكون من المتقين، وأن يتزود من التقوى في هذه الأيام كثيرا، حتى إذا رجع وعاد بعد حجه فإنه يبقى على العهد، يبقى متقيا لله، لأنه تزود، عنده زاد من التقوى، زاد من التقوى. أيضا من دروس هذا الحج التي نستفيدها اعتياد الذكر، التعود على الذكر، ولذكر الله أكبر. على المرء أن يعود نفسه على ذكر الله عز وجل، فتأتي هذه العبادة العظيمة شعيرة الحج، فتعلمنا أن يكون المرء ذاكرا لله دائما. في هذه الشعيرة تتجلى أو يتجلى ذكر الله كثيرا، فتلاحظ أن ذكر الله مصاحبا للمرء في أعماله، في المناسك التي يؤديها، عندما يأتي يلبس الإحرام يذكر الله، عندما يصلي، عندما يتنقل يلبي، وفي عرفة الدعاء والذكر، وعندما ينتقل من مشعر إلى آخر وهكذا، عندما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وغير ذلك من الأعمال. فهذه الأعمال وهذه العبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله، نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أو كما جاء في الحديث. إذن هو لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه الأعمال لإقامة ذكر الله. فعلى المرء أن يكثر من ذكر الله في هذه الأيام، يشغل نفسه بشيء ينفعه، فلا يضيع أوقاته، أوقات ثمينة في هذه الأيام، يقرأ القرآن، يدعو، يذكر، كل هذا من ذكر الله عز وجل. فإذا أكثر الإنسان واعتاد ذكر الله في هذه الأيام فسوف يؤثر ذلك في نفسه، وسوف يجعله بإذن الله معتادا لذكر الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي،
فدلني على باب أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن يلهج لسانك بذكر الله دائما، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تكثر من هذا، تكثر من ذكر الله عز وجل، خاصة في هذه الأيام المباركة التي اجتمع فيها للحاج ما لا يجتمع فيها لغيره. فشرف الزمان، شرف الزمان، الأيام هذه أيام الحج، وهي من الأيام ومن الأشهر الحرم، وشرف المكان في مكة، وشرف الحال الذي هو فيه الحاج. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم. استشعر الواحد قدر هذا العمل الجليل الحج، وأن الله عز وجل يحب هذا العمل. الحجاج والعمار وفد الله، هذا الوصف البديع، وصف وفد الله، وفد الله نسبه إليه، نسبهم إليه تشريفا، تشريفا وتعظيما. الإنسان يتذكر هذا الأمر، وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. فالمرء أن يسأل الله وأن يدعو الله دائما، وأن يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. ففي هذه الأزمنة وفي هذه الأمكنة ترتجى إجابة الدعوات، ترتجى إجابة الدعوات، فهي فرصة عظيمة لا يفوتها المرء. أيضا أيها الإخوة الكرام، من الدروس التي يستفيدها المرء من هذه الشعيرة اكتساب الأخلاق الكريمة، اكتساب الأخلاق الكريمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق الإسلامية تتجلى في هذه الشعيرة، تتجلى وتظهر بوضوح. فالمرء يتدرب في هذه الأيام على أعمال جليلة وأخلاق كريمة، من الصبر والحلم والتقشف وكظم الغيظ وغير ذلك، لأنه قد يجد مشقة، يجد ازدحاما، تغيرت عليه الحياة التي كان يعيشها من الراحة والدعة والخدمة، فيجد هذه المعاني يتدرب عليها، يتمرن، يتمرس على هذه الأعمال الجليلة. هكذا يعلمنا الحج، أن نتعلم دروسا في الصبر، في كظم الغيظ، في الحلم. يجد المرء من التعب والنصب صحيح، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر مشقتك. الإنسان إذا ناله شيء من التعب والنصب وهذا حاصل، فعليه أن يصبر وليعلم أن أجره عظيم وثوابه عميم إذا صبر واحتسب، فالله سبحانه وتعالى يكتب له أجر هذه المشقة وهذا النصب وهذا التعب الذي وجده.
فإنه ما يصيبه من تعب ولا نصب ولا وصب إلا ويؤجر عليه. إذن يتعود المرء على تحمل المشاق والمصاعب والمتاعب، يتحمل المرء في هذه الأيام المباركة، وهذه كالدورة التدريبية إن صح الكلام، دورة تدريبية يتدرب المرء فيها هذه الأيام على هذه المعاني الجليلة. فكل من وجد من التعب والنصب والإعياء والمشقة في حجه وصبر واحتسب فسوف يكون لذلك أثر في حياته بإذن الله، سوف يتحمل ويصبر بعد حجه. يقول: قد صبرت هناك وتحملت، لماذا لا أصبر؟ لماذا لا أمتنع عن المحرمات؟ لماذا لا أبتعد عن المحظورات؟ وقد وفقني الله تعالى في تلك الأيام المباركة، استطعت أن تصبر وأن تجاهد نفسك. إذن هي كالدورة، دورة تدريبية للإنسان، مدرسة يتخرج منها المرء. فعلى المرء أن يستشعر ذلك أيها الإخوة الكرام. وكذلك مما يتعلمه من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة أن يكون المرء كريماً باذلاً مؤثراً محسناً، لأنك تشاهد في هذه الأيام وترى إخوانك المسلمين من كل حدب وصوب، تلاحظ أحوالهم وما هم فيه، فعلى الإنسان أن يكون كريماً باذلاً معطاء، ينظر صاحب الاحتياج فيعينه ويجود بالخير ولا يشح ولا يبخل بما أعطاه الله عز وجل، ويعطف ويرحم ويشفق على الناس. هكذا هذه المعاني تجدها في هذه الأيام، من عود نفسه عليها فإنه بإذن الله تعالى سيجد أثرها بعد الحج. ومن المعاني العظيمة والدروس المستفادة من الحج تحقيق الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة، فالرب واحد سبحانه وتعالى، والقبلة واحدة، والمشاعر واحدة، واللباس واحد، كما تلاحظون يعني لباس الإحرام وقت التنقل في المشاعر، والمناسك واحدة، والزمان واحد، فكل هذه تجتمع في الحج، وهي مدعاة للإحساس بوحدة الشعور، وموجبة للتآخي، أن تشعر بأن هؤلاء كلهم إخوانك في الدين، تستشعر هذا، وتستشعر دائما أن لك إخوة في الدين تحبهم وتجلهم وتقدرهم
تستشعر أن لك إخوة في كل مكان، في كل بلد لك إخوة في الدين، ما الواجب عليك تجاههم؟ أن تستشعر الأخوة في الله القائمة على علاقة الدين والعقيدة، فتفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم وتتألم لألمهم وتخصهم بالدعاء، تدعو لهم وتستشعر حالهم. لنا إخوة في الدين مضطهدون، مظلومون، مقهورون، مكبوتون في شتى البقاع، أصابهم ما أصابهم من القتل والتشريد والاضطهاد، فلا بد لك أن تدعو لهم وأن تناصرهم بدعائك وأن تستشعر حالهم دائما، وتتفقد أيضا أحوال إخوانك الذين حولك، الذين من حولك، تنظر إن كنت مقتدرا فأن تعينهم وأن تساعدهم وأن تشفع لهم بالشيء الذي تستطيعه، وأن تهتم بأخبار إخوانك المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هكذا جعلنا الله مسلمين، إخوة متحابين متآلفين، فيجب على المرء أن يحب إخوانه المسلمين وأن يدعو لهم ويستشعر حالهم، فهذا يجعله دائما يفكر في غيره، يفكر في غيره ولا يفكر في نفسه وذاته وخاصته، لا. وليس إخوانك فقط الذين من أهل بلدك ومن جنسك، لا، لك إخوة في كل مكان، في كل مكان، فلا حزبية ولا عنصرية ولا إقليمية ولا غير ذلك، بل أخوة الدين، أخوة الدين التي جمعت القلوب. كذلك من الدروس المستفادة التي يستفيدها المرء من هذه الشعيرة قيام عبودية المراقبة، المراقبة، أن تكون دائما مستشعرا رقابة الله عز وجل، وأنه مطلع عليك، وأنه مطلع عليك، لا يغيب عنك ذلك أبدا. فأنت عندما تقوم بهذه الأعمال والمناسك، من الذي يراقبك؟ من الذي يطلع على عملك؟ فأنت عندما تطوف بالبيت تطوف سبعا، ما تنقص من ذلك، تستطيع أن تطوف ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط والناس لا يدرون عنك، لكنك تراقب الله عز وجل، تطوف سبعا بالبيت. الحصيات التي ترمي بها الجمار تأخذ سبعا وتتقي الله عز وجل وتمتثل الأمر وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل الأعمال هذه تحتاج منك إلى مراقبة. استشعر أن الله يراك وأنه يراقبك وأنه مطلع عليك، لا يخفى عليه من أمرك شيء،
هذه المراقبة التي تحصل في الحج عندما يحرص المرء على أن يؤدي الحجة على وجه المطلوب ويبتعد عن المنهيات والمحظورات ويخشى أن يذهب عليه شيء من الحسنات ويخشى أن يقع في المخالفة، كل هذا بسبب المراقبة، أنك تستشعر أن الله يراك. الإحسان كما عرفه صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو مطلع عليك يراك. إذن ماذا ستصنع؟ لابد أن تتقن هذه العبادة وهذا العمل، وألا تخالف أمر الله عز وجل، وألا تخون ولا تغش ولا ترتكب شيئا مما حرم الله عز وجل، خاصة إذا كان المرء وحده في الخلوة بعيدا عن أنظار الناس، كيف سيصنع؟ هذه المراقبة التي استفادها المرء في هذه الأيام ستعود عليه بآثار نافعة بإذن الله. بعد الحج سوف يكون مراقبا لله عز وجل في أعماله. عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال ثهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم أو لا ندري سنخشى. قال: إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، غابت عنهم الرقابة، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يحذر الإنسان إذا كان خاليا، يتسلط عليه الشيطان، يقول افعل افعل، لا يراك أحد، لكن الذي عنده يقين أن الله يراه لا يفعل. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني سبحانه وتعالى. إذن على المرء أن يستفيد من مراقبته في هذه الأيام، مراقبته لله عز وجل، بحيث أنه يؤدي العبادة على وجه المطلوب ويحرص على عدم نقصانها. هذا ينفعه بعد ذلك إذا رجع إلى بلده أو عاد بعد حجه. كذلك أيها الإخوة الكرام، مما يستفاد من الدروس التعود على اغتنام الأوقات. كم من أوقات وللأسف الشديد تضيع على كثير منا، تضيع سدى من غير فائدة، لكن تأتي في هذه الأيام فتلحظ كيف أن المرء يغتنم وقته ويحرص عليه، لأنها أيام قليلة وهو يحرص أن يغتنم كل عمل صالح يقدم لنفسه، وأن تكون هذه الحجة حجة مبرورة، وأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كلنا يتمنى ذلك، كلنا يتمنى ذلك أو لا؟ كلنا يتمنى ذلك. إذن من أراد ذلك فإنه يغتنم وقته ويحرص عليه ولا يهمله ولا يضيعه سدى. قال ابن القيم رحمه الله: 10 أشياء ضائعة لا ينتفع بها، وذكر منها: ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة. من الأشياء التي تضيع على الإنسان أنه يبقى هكذا لا يستدرك الشيء الذي فاته، قد يتأمل في حاله يقول: يا ليتني فعلت ويا ليتني. إذن استدرك
يستطيع المرء أن يستدرك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تستطيع بإذن الله أن تستدرك الشيء الذي فاتك، أو اغتنام بر وقربة. الآن عندك كثير من الأعمال الصالحة، تستطيع أن تغتنم من البر والقربات أعمال كثيرة. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، قراءة القرآن الحرف بكم؟ الحرف بكم لما تقرأ القرآن؟ ها؟ بعشر حسنات. ها؟ طيب وإذا قرأت يعني صفحة أو قرأت جزءا كم لك من الأجر؟ أجور كثيرة. يفكر الواحد، يفكر، وخاصة في هذه الأيام المباركة وهذا المكان الفاضل، على الإنسان أن يستشعر ذلك وأن يغتنم، فلا يضيع وقته فيما لا ينفع. في الحج أعمال جليلة كثيرة يغتنمها المرء في أيام محدودة، أيام محدودة، وتظهر فيها كيف أن الإنسان لديه طاقة، طاقة كامنة، يستطيع يحصل أشياء كثيرة. لو جئت تنظر في الأيام الأخرى غير أيام الحج، قد تجد أنك لا تغتنم ولا شيء يسير من هذه الأيام، سبحان الله. يعني في هذه الأيام تحصل أعمالا كثيرة وقربات متنوعة تحصلها في هذه الأيام، أيام قليلة. لكن من الذي يغتنم؟ من الذي يحرص؟ هذا هو السؤال. فإذا عودت نفسك في هذه الأيام على اغتنام وقتك فإنه ينفعك بعد ذلك، بحيث تضن بوقتك ولا يضيع عليك سدى. الذي يضيع وقته فيما لا ينفع ماذا يرجو من وراء ذلك؟ ماذا يرجو؟ والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيعه. أسهل شيء أن يضيع الواحد وقته، يقول لصاحبه تعال نقتل الوقت، تعال نقتل الوقت، يعني يضيع الوقت، يعني يضيع عمره الحقيقة، يضيعه في سماع المحرم، في الجلسات المحرمة، في ارتكاب المنهيات. الإنسان يتنبه، سوف يسأله الله عز وجل عن شبابي فيما أبلى، عن عمري فيما فينا، يفكر الواحد، سيسأله الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المستفادة والدروس العظيمة التي يستفيدها المرء في الحج التعود على ترتيب الأوقات وتنظيمها. ففي الحج أيها الإخوة الكرام أعمال مرتبة، فعندك يوم التروية يوم الثامن أعمال الصلاة تصليها، تذكر الله في ذلك اليوم، يوم عرفة الوقفة من كذا إلى كذا في ذلك اليوم الجليل تغتنمه في الدعاء والذكر، وقت معين يوم النحر عندك أعمال وأوقات تؤدي فيها العبادة، وهكذا أيام التشريق أعمال مرتبة. إذن هذا يعودك على أن تكون مرتبا لأعمالك، عندك أولويات في الأعمال، شيء يقدم على شيء، شيء أهم من شيء في حياتك، تستطيع أن يكون لك جدول أعمال، بحيث لا تضيع عليك الأعمال ولا تتداخل، وأن تقدم الأهم في الأهم. وهكذا يشكو كثير من الناس، يقول لا أستطيع أن أرتب وقتي ولا أنظمه، وهكذا، يعني من هذه العبارات. لو أن الإنسان عود نفسه على ذلك
يصبح الأمر مألوفاً يسيراً بإذن الله تعالى. إذن نستفيد من هذا أن الإنسان ينظر في عمله وينظر في أوقاته ويرتب ويعطي الأعمال حقها بحسب الأولوية وهكذا. أيضا من الدروس التعود على التزام حدود الله وعدم تجاوزها. التزام حدود الله عز وجل بحيث أنه دائما يستشعر أن الله عز وجل كما سبق يراقبه، فهو ملتزم لحدود الله، وتلك حدود الله، فلا يتجاوز ولا يتعدى، ينتبه يحذر. كما أنه في الحج هو حريص على أن يبتعد عن المحظورات المعروفة ويستشعر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يبتعد عن هذه الأمور. هو ملتزم بأمر الله، مستقيم على شرع الله في هذه الأيام، لا يخالف أمر الله عز وجل، يخشى أن يفوت عليه شيء من الأجر، يسأل ويتحرى ويكون سباقاً في فعل الخير، عنده يقظة. فلا يريد أن يذهب عليه الموسم ولم يستفد شيئاً. نعم، هذا هو الواجب على الإنسان. فهذا الأمر عندما تلتزم حدود الله وتمتثل أوامر الله، هذا يجعلك بعد الحج بإذن الله متقيداً بذلك، ممتثلاً لأوامر الله، مبتعداً عن نواهيه، تقف عند حدود الله، ما تخالف أبداً، كما أنك صنعت ذلك في الحج عندما جئت للدخول في النسك وللإحرام، أحرمت من الميقات. لماذا لم تدخل وتتجاوز؟ لأنك تستشعر أن هذه حدود الله يجب على الإنسان أن يلتزمها. لماذا أديت كذا وكذا من الأشياء؟ لأن الله أمرنا بهذا وهكذا. يحرص المرء على أن يحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى. من الدروس أيضا أيها الإخوة الكرام أن ينبعث المرء بشكر الله عز وجل، عبودية الشكر لله عز وجل. فأنت ترى وتشاهد وتلاحظ في هذه الأيام وفي الأيام المقبلة بإذن الله تعالى، تلاحظ حال الناس وما هم فيه، تلاحظ هناك المرضى، وتجد من المعاقين والمحتاجين، فتتذكر نعمة الله عليك، تقول الحمد لله أنا في نعمة، في عافية، في صحة. ترى أولئك الذين افترشوا الطريق ولم يكن لهم مكان، فتقول الحمد لله يا رب أنعمت علي، أعطاك الله مسكن تسكن فيه. تذكر أولئك الذين لا مسكن لهم ولا بيت ولا مأوى، تتذكر ذلك، ترى كيف أن الله يسر عليك الحج بفضله سبحانه وتعالى. في المقابل تتذكر إخوانك الذين نزلت بهم النوازل وأصابهم ما أصابهم، تدعو الله أن يخفف عنهم وأن ينتصر لهم سبحانه وتعالى. وهكذا. إذن هي فائدة عظيمة، عبودية الشكر، انبعاث عبودية الشكر لله سبحانه وتعالى. تنبعث نفسك بشكر الله دائما دائما،
وهذه أيها الإخوة لتكن في بالكم دائما. شكر الله دائما على كل نعمة ينعم بها علينا، دائما تشكر الله وتحمد ربك عز وجل الذي أعطاك ومنحك ووهبك، لا بد لنا من ذلك. استشعر نعمة الله عليك. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. لماذا نذكر نعمة الله؟ لماذا لا نتذكرها؟ الجواب لنشكرها، لنشكر نعمة الله. نتذكر، لو جلست مع نفسك وأخذت تعدد النعم التي أنت فيها، تعدد النعم التي أنت فيها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لكن تذكر واستشعر ما أنت فيه. كم لله عليك من نعمة، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فعلى المرء أن يشكر الله دائما على نعمه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن تشكر نعمة الله ولا تكفرها. كذلك من الدروس المستفادة في الحج تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، وهذا أمر عظيم. فلله ذاك الموقف الذي كموقف يوم الجمع، بل ذاك أعظم، بل ذاك أعظم. مشاهد كثيرة ومواقف في الحج تذكرك بيوم القيامة. انظروا عند الطواف ازدحام الناس، وانظروا في المواقف الأخرى كيف يجتمع الناس في صعيد واحد، وانظروا إلى حالهم وقد تجردوا من ملابسهم التي اعتادوا أن يلبسوها، وقد حسروا عن رؤوسهم عندما لبسوا الإحرام. انظروا إلى هذه الأحوال وما يصيبهم مثلا من الإعياء والتعب وكذا. تأملوا هذا وتذكروا ذلك المشهد العظيم، يوم يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مفتونين، يحشرون يوم القيامة، يجمعهم الله عز وجل جميعا، يجمعهم جميعا في صعيد واحد. مشهد عظيم لا بد أن يكون مستحضرا دائما ذلك اليوم حتى تستعد له. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. استعدوا إخواني لذلك اليوم، يستعد المرء لما أمامه، سوف يرحل المرء من هذه الدار، وما بينه وبين أن يشاهد تلك المشاهد إلا أن يموت، ثم بعد ذلك يكون ما يكون. فعلى الإنسان أن يستعد لما أمامه وأن يستشعر بهذه المشاهد التي يشاهدها الآن، تلك المواقف العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أخيرا من الدروس المستفادة في الحج أيها الكرام، أن يراغم المرء الشيطان ويخالفه دائما. يعتاد هذا المرء هذا الأمر أن يخالف الشيطان الذي حرص على إغوائه وإضلاله، وأخذ العهد على نفسه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أخذ العهد على نفسه. إذن نتذكر في الحج كيف أن إبراهيم عليه السلام عندما رجم الشيطان في الثلاثة المواضع، في الثلاثة المواضع، بعض الناس يظن أن الشيطان يكون في هذه الأماكن التي يرميها، لا ليس كذلك، إنما هذه الأماكن التي
تمثل فيها الشيطان لإبراهيم عليه السلام فكان يرميه، أراد أن يخالفه ويعصيه، فنحن نقتدي به عليه السلام، نقتدي به ونعلنها، نعلنها صريحة أننا لا نستسلم لهذا الشيطان ولا نذعن لوساوسه وإغوائه، لا نذعن أبدا. إذن يتذكر المرء مخالفة الشيطان الذي أخرج أبانا من الجنة بتلك الوسوسة والتزيين. إذن نحن معرضون لذلك، يأتينا الشيطان ويزين لنا ويوسوس، على المرء أن يعصيه وأن يخالفه، وهكذا يخالف كل شيطان من الإنس والجن، يخالفهم ولا يتبعهم في صدهم عن سبيل الله وإضلالهم. أيها الإخوة الكرام، الدروس كثيرة المستفادة من الحج، لكن علينا أن نستشعر ذلك. قال الشيخ أبو زيد الدبوسي يتكلم عن الحج وما فيه، يقول: وفيه محل التهاون بالدنيا، التهاون بالدنيا، الزهد فيها، ومحل الشجاعة، ومحل العزم القوي، ومحل الصبر، ومحل الخلوة، ومحل الذكر، ومحل الرجاء، ومحل الفوز، لأن من تهاون بأحوال دنياه لم تجد نفسه مودعا أهله وماله، ومن لم يشجع قلبه لم يألف السفر في المأمن والمخاوف والمهالك والمتالف. إذن هذا الذي يتعرض له المرء ويجده في سفره يعطيه قوة وشجاعة، يبذل من نفسه ويكون منتفعاً بحجه، هذا الحج يغير في النفس، يغير في النفس كثيراً إلى الأفضل والأحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الأداة التي تغير وتصلح هي ذات النفس، لا بد أن تخطو، لا بد أن تتقدم، تبذل. فهذه بعض الفوائد والدروس المستفادة من الحج، علينا أن نستشعرها، وما أكثرها وما أعظمها، لكن العاقل من استفاد منها وأخذ العبرة والعظة في هذه الأيام المباركة. وكما سبق أيها الإخوة، بعض الناس لا يستشعر هذا ويظن أن الحج هو مجرد حركات ظاهرة، وأعمال يقوم بها المرء. لا، ليس الأمر كذلك، حتى إن بعضهم لا تؤثر فيه العبادة، سبحان الله، لا تؤثر فيه العبادة. رأيت مرة شابين في نهار رمضان في مكة يلبسان ملابس الإحرام العمرة في رمضان بعد الفجر، انظروا هذه الأحوال، بعد الفجر في رمضان في مكة يلبسان الإحرام في سيارتهما، وقد رفعا صوت الموسيقى في السيارة. سبحان الله، شيء عجيب. نظرت إليهما وتكلمت مع السائق، قلت: ما هذا؟ كيف هذا؟ يعني كيف يتأتى؟ يعني هذا يلبس الإحرام وفي رمضان وبعد الفجر في النهار رمضان وهو صائم يعني ويلبس الإحرام؟
قال يقول لي قد أدينا العمرة خلاص انتهينا يعني عجيب أدى العمرة يعني خلاص يعني إذن ما ليس للعبادة أثر حقيقة يعني يؤديها هكذا يعني مجرد أن يلبس الإحرام ويذهب يطوف ويسعى وهكذا لا ينتفع بها لم ينتفع بها أبدا الإنسان يفكر كيف يليق به أن يرتكب ما حرم الله أو يقع في مخالفة أمر الله عز وجل وهو متلبس بالطاعة عجيب هذا عجيب ورأيت أيضا رجلا وترون كثير من هذا يدفع الناس وكذا أراد أن يجتاز كانوا مجموعة جلوسا فأراد أن يجتاز منعوه فدفع نفسه بقوة وقال لبيك اللهم لبيك هل هذا يدفع عنه لبيك اللهم لبيك يعني تؤذي الناس تقول لبيك اللهم لبيك وتدفع نفسك وتؤذيهم هل هذا يليق ما يليق والله ومن الناس من فهم أنه ويسن الدفع يعني من عرفة إلى مزدلفة قال ويسن الدفع يعني خروج من فقرأ في الكتاب يسن الدفع يعني بمعنى أنه يدفع الناس أخذ يدفع الناس من خلفهم قال له أحدهم يا حاج كيف هذا قال ويسن الدفع عجيب هذا بسبب الجهل يعني بسبب جهله وقع في ذلك هل يليق بمسلم أن يدفع أخاه وأن يؤذيه لا والله ما يليق هذا كيف فهم هذا فإذا مرة أخرى أيها الإخوة هذا الحج العظيم له مقاصد جليلة وأهداف شريفة وحكم بليغة وغايات سامية ينبغي أن نكون على بينة منها وأن نتعرف عليها حتى نستفيد من حجنا وحتى تؤثر هذه العبادة في نفوسنا وحتى يكون لها أثر في حياتنا بإذن الله تعالى أسأل الله الكريم المنان أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وأن يوفقكم أجمعين ويردكم إلى أهليكم سالمين غانمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.